بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عيد ميلادي صادف 17/3/2021، يصادف ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه، 3 شعبان وليلة ولادة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، 4 شعبان. بهذه المناسبة نتقدم إلى شيء نسك التهاني والتبريكات مع صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف وسهل مخرجه لهذه المناسبة الفرحة على قلوب المؤمنين والمسلمين وشيعة أمير المؤمنين. تفضل يا ابنتي. تفضل يا ابنتي الصغيرة. فإنها بركات أهل البيت يا الله يا أبا عبد الله. شفاعتك يا أبا عبد الله. يوم لا ينفع لا مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.